اخبار اليوم. عبد الله السعيد ورمضان صبحي الهجمات في 11 12 دقيقه اللي جايين. رمضان صبحي فاصل من المهاره. حسام غالي تعرف فرقتها خلال الوقت اللي فات كله كانت احد العيوب اللي بيعاني منها القلعه الحمراء. ضربه حره. عجباني تصريحات الكابتن فتحي مبروك المتوازنه اللي الراجل خرج وقال انا ما عملتش حاجه غير ان انا عملت اللعيبه نفسيا. لا طلع قال يطلع لفوق عبد الظاهر ويخلصها عند عبد الله السعيد اللي رايح دلوقتي في الجنب اليمين. عبد الله وجاي له مؤمن زكريا يلعبها يا ولاد. رسميه للاهلي والداخليه منذ ظهور الداخليه في 2011 2012. الموسم الاول ليهم الدوري ما كملش. الموسم الثاني الى صبري رحيل يمشيها ويزقها لرمضان صبحي. باقي تبديل وحيد هنشوف هيكون على حساب مين الربع ساعه اللي جايه سواء هنا او هنا. رمضان، حسام غالي، عبد الله السعيد اللي بدا يجي عبد الله من العمق وهو اللي يبدا يلعب كرات اماميه طويله. يطلع احمد فوزي بالبوكس على جنب يشيلها الى رامي التماس. جاي باسم علي عشان يلعب، طلع كويس في اللعبه اللي في المقابل، انما تروح الكره كان عبد الله السعيد هو اللي سند وعبد الظاهر هو اللي جاي في وشه، انما ياخدها تاني ويسيطر عليها مؤمن زكريا. ثلاث نقلات حلوه، مؤمن خطير على الارض، خطيره خطيره، انما فوزي مش ممكن اللي فاتت. حسام غالي اللي جاي في منطقه كويسه هو اللي رد الكوره. ثلاث اربع نقلات وصلوها من حسام لباسم لمؤمن اللي بيسدد، انما جت عرضيه ورايح عبد الظاهر من ورا عاصم.